لن يكون 19 من أكتوبر يوما عاديا في تاريخ شركة راس لانوفا التي احتفلت فيه بإعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين بالمجمع الصناعي في الشركة بحضور شخصيات رفيعة المستوى، بينها رئيس مجلس الإدارة شعبان بسيبسو وأمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي ووفد ممثل من غرفة عمليات السرت الكبرى الذي كان لهم الدور الكبير في تأمين مقر الشركة وتهيئة الظروف لإعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين. اللواء ناجي المغربي أمر حرس المنشآت النفطية على دعمه اللامحدود، قدموا لهذه المؤسسة لهذه الشركة الكثير. رئيس الإدارة شعبان بسيبسو قال إن معدل الإنتاج لمصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وصل إلى 240 طن في اليوم، وأن التجهيزات ما زالت تجري لتشغيل الخط الثاني منخفض الكثافة، مؤكدا أن الفرق الفنية ما زالت تعمل لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين التي وصلت فيه نسبة الإنجاز إلى 98%. بإنتاج مصنع البولي إيثيلين اللي هو 230 طن في اليوم على أساس 92% الحمولة اللي هو يعتبر من الخط الأول عالي الكثافة، والإنتاج اليوم وصلنا إلى 1600 طن الحمد لله، وكل شاف الإنتاج بيوم معينهم، مش قلت كلام ولا حاجة، ولكن هذه رسالة واضحة لكل من شك في قدرة الليبيين إن هم يوصلوا للمرحلة. وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد على شركة راس لانوف لخلق تنوع في الصناعات النفطية في ليبيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات، الأمر الذي سيوفر مصروفات الإنفاق الأجنبي ويحيي البنية التحتية في ليبيا.